بكري كان الحياه، كان الانسان يمشي مع يماه، مع اخته، مع زوجة تاعو، مع ابنه، مع اخي يحشم منه. كان الحياه دوك، انما الامم اخلاق، ذهبت اخلاقها ذهبوا. يعني عاد الواحد يحشم مع نفسه، يحشم بيمشي في الشارع، وهذه غير ملائمه. لازم يكون الردع من طرف السلطات المعنيه، من طرف الدوله. الناس كيما هادو باه يترباو، انما التربيه يعني بعض الاولياء راهم مكسرين. المشكل ماشي في الانسان باش يجيب الاولاد، المشكل في التربيه.